بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الأطعمة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرطب والتمر. قال في كتاب الأطعمة، قال: باب الرطب والتمر. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجداد. قال: وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما. قال: فجلست فخلى عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد، قال: ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل. قال: فيأبى. قال: فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. قال: فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم، لا أنظره. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه. قال: فأبى. فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ قال: فأخبرته، فقال: افرش لي فيه. قال: ففرشته، فدخل فرقد، ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر، جد وقضي. قال: فوقف في الجداد، فجددت منها ما قضيته، وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الرطب والتمر في كتاب الأطعمة، يعني البخاري رحمه الله تعالى، ما جاء أيضا في أكل الرطب والتمر، وساق هذا الحديث الطويل. وسبحان الله، انظر إلى هذا العلم الفقيه المحدث يسوق هذا الحديث بطوله لهذه المسألة، مما يدلك على عظيم فقهه، إذ يستخلص من الحديث الواحد المسائل الكثيرة. ففي باب الأطعمة يأخذ من الحديث ما يتعلق بكتاب الأطعمة، في المعاملات والبيوع يأخذ منه، في القرض، في الرهن يأخذ منه، وغير ذلك. باب الرطب والتمر، يعني ما جاء في أكل الرطب وأكل التمر. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجداد. كان يسلفني في تمري إلى الجداد، يعني كان له علي دين، وهو من أو بسبب أنه أسلفني تمرا إلى الجداد، يعني أعطى جابرا تمرا إلى أن يأتي وقت حصاد يعني أرض جابر بن عبد الله فيعطيه ذلك. قال: وكان يسلفني في تمري إلى الجداد. والتحقيق أن هذا الدين كان على عبد الله بن حرام، التحقيق
أن هذا الدين كان على والد جابر رضي الله عنه. وهناك رواية أخرى عند مسلم فيها أنه لما مات ولما استشهد عبد الله بن حرام جاء اليهودي يطلب دينه من جابر رضي الله عنه، يعني يطلب دينه على أبيه. قال: وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة. قال: فجلست فخلع عاما. وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة فجلست، يعني الأرض لم تأتي بالثمار المتوقع لأجل قضاء دينه، لأجل قضاء دينه. قال: فخلى عاما، يعني بعد مرور عام من السلف الذي كان على أبيه، وجاء وقت القضاء وانقضى هذا الوقت، وجابر رضي الله عنه لم يستطع أن يعني يقضي هذا الدين. وهذه مسألة مهمة في باب المعاملات، وهي أن جابرا رضي الله عنه حل وقت القضاء، حل وقت القضاء وعجز عن القضاء، وعجز عن القضاء. وهذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن هناك مسألة مشهورة في باب البيوع والمعاملات تتعلق بما إذا عجز المدين عن قضاء دينه وانقضى أو حل وقت القضاء ولم يقدر على ذلك. فتأتي هنا المسألة، وهي: هل يجوز له أن يطلب من الدائن أن يضع عنه شيئا من دينه في مقابل أن ينجز له الدين كله؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء. فالجواب على ذلك أنه يجوز له ذلك بشرط حلول الأجل والعجز عن القضاء، حلول الأجل والعجز عن القضاء، بخلاف ما يفعله بعض الناس، وهذا من الربا، وهو يكون عليه الدين، يكون عليه الدين، فيذهب لصاحب الدين، الدين المقسط يعني أو المؤجل عموما، فيذهب لصاحب الدين قبل انقضاء الأجل أو قبل حلول الأجل، فيقول لصاحب الدين: أنت لي عندك لي لك علي 10، ما رأيك لو أعطيتك 5 الآن، لو أعطيتك 5 الآن تضع عني سائر الدين؟ فبعض الناس أحيانا يفعل ذلك، البائع أو المشتري. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا ربا، لأنه اشترى مالا بمال، اشترى 5 منجزة ب10 مؤجلة. لكن يجوز هذا الأمر في صورتين، إحداهما الصورة التي ذكرناها، وهي صورة جابر، وهي حلول الأجل وعجز المدين عن القضاء لكل الدين، عجز المدين عن أن يقضي كل الدين. ففي هذه الحال يقول للدائن: أنا عاجز عن قضاء الدين وحل الأجل، تأخذ ما هو موجود عندي وتعفو عني، فإن عفى فلا حرج. هذه صورة. الصورة الثانية، وهي أن يكون ذلك من صاحب الحق، أن يكون ذلك من صاحب الحق. صاحب الحق اللي هو مين؟ الدائن، هو الذي يأتي إلى المدين فيقول له: مثلا لي عليك 10 مؤجلة، لو معك 5 الآن اعطيها لي وأنا أتجاوز عن 5 الأخرى. هذا جائز وليس من الربا. لماذا؟ لأنه هو الذي أسقط حقه، هو الذي أسقط حقه. لكن العكس لا يجوز، العكس ربا. العكس اللي هو ماذا؟ أن يطلب المدين من الدائن قبل حلول الأجل ولا يشترط فيها العجز أو عدمه، أنه يطلب منه قبل حلول الأجل حتى ولو وافق الدائن، فهذا ربا. ودي معاملة يعني يفعلها بعض التجار في زماننا هذا، وكثير من الناس لا يعلم أنها لا تجوز. يعني يقول البائع
وأنا رأيت ذلك في بعض الأماكن التجارية، وفيها بعض يعني كان المسؤول عن هذه المعاملة أخ ملتحي وطيب، وهو الرجل لا يعرف يعني لا يعرف أنها معاملة محرمة، وهي أنه يقول للمشتري السلعة دي أنت هتاخدها مؤجلة بعشرة من عندنا، لكن لو أنت تقدر تسددها لينا في مثلا 3 شهور مثلا هنضع عنك الإيش الجزء الفلاني، تبقى بكذا، تكون بسعر كذا، أو لو جئت في وقت كذا بمبلغ كذا قبلنا ذلك وتركنا الباقي. لا، هذا لا يجوز، حتى ولو كان العرض من من؟ من صاحب الحق. لماذا؟ لأن هذا أكثر من عقد، لأن هذا أكثر من عقد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. لا، البيعة تبقى بيعة واحدة، عقد واحد فقط لغير، عقد واحد فقط لغير، إن يتفق على صورة واحدة. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، فجلست فخلى عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد. جاءه اليهودي عند الجداد، يعني الجداد يعني قطع الثمر، وأحيانا يعبر عنها بالجذاذ اللي هو قطع الثمر والنخل وحصد يعني ثمره. قال ولم أجد منها شيئا، ولم أجد منها شيئا، النخل يعني لم تأتي إلا بثمر قليل جدا. قال فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى. أستنظره يعني أطلب منه التأجيل، وهذا من باب قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة، أطلب منه التأجيل فيأبى. قال إلى قابل يعني العام الذي بعده، أو يعني الحصاد الذي يكون بعده. قال فيأبى. قال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، يعني تعالوا معي نذهب عند اليهودي نستنظر لجابر. ايه رأيكم؟ راح يقعد مع مين؟ مع يهودي ابن يهودي، مش مع جابر الإنقاذ. إنا لله وإنا إليه راجعون. واحنا مش معجبة انقاذ يعني معناه ان احنا بنستحسن حالهم يعني، لا، احنا نقول يعني جابة الانقاذ الظاهر العام ان هم مسلمين، والغالب فيهم ان هم مسلمين، فيعني وان كانوا ظلمة وكذا وكذا، لكن ما طلعش حد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ده انت عميل امن دولة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فقال لاصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. قال فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول أبا القاسم لا أنظره، لا أنا مش موافق، أنا مش موافق على تأجيل يعني. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى. قال فقمت فجئت بقليل رطب، يعني اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه مرة أخرى فأبى أيضا. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. جابر رضي الله عنه راح جاب من الثمر بتاعه شيء من التمر وشيء من الرطب فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر؟ قال فأخبرته. عريشك مكان يتخذه أحيانا أهل الزراعة لأجل الراحة وربما النوم ونحو ذلك في مكان الزراعة، اللي هو الخص أو العريشة في مكان الزرع يعني. قال فأخبرته فقال افرش لي فيه. قال ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم. قال فجئته بقبضة أخرى، بعدما قام من النوم جبت له تاني بتمر أخر برطب أخرى.
والرطب يعني هو الثمر وهو في حالة يعني رطابة. نعم. قال فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة يكلم اليهودي؟ 3 مرات، مش مرة واحدة يتفضح. حسبنا الله ونعم الوكيل. 3 مرات هو رايح جاي على اليهودي، محدش قال له انت بتدني الإسلام، انت كده عمال تقال. انا والله يا اخوانا انا من الألم بس كده بأشير إشارات، وإلا الحديبية عندنا أكبر من إيه؟ من كل الكلام ده كله. يعني الحديبية فيها من الأحوال ما لا أدري كيف اجترأ هؤلاء على إخوانهم المسلمين، حتى يقول فوز السعيد ده كفر، ارتكبوا الكفر وإن كنا لم نكفرهم. يا سلام، طب ما كنت بالمرة أعمل إيه؟ ما بالمرة بقى كفرنا وخلاص، طالما المسألة يعني جاية حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد واقضي. جد واقضي، جد يعني اقطع، واقضي. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الثمر قليل بتاع جابر، وجابر يعلم ذلك، والصحابة كلهم يرون ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام عند النخل، والظاهر انه كان النخل لسه بعض ما تمش جذه، فقال جد واقضي، يعني قطع من النخل ود اليهودي لغاية ما تقضي دينك إن شاء الله. قال فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه. في الرواية الأخرى عند مسلم قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على كومة الرطب والتمر وبرك ودعا، ثم قال يا جابر اقضي اليهودي. قال فقضيته وفضل منه. سبحان الله، وهذا من علم من أعلام النبوة، وهذه معجزة من معجزات النبوة. قال فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال أشهد أني رسول الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أشهد أني رسول الله، وهذا فيه إرجاع الفضل إلى الله، فأنا أشهد أني رسول الله، فالله هو الذي أوحى لي بذلك، الله هو الذي أعطى لي هذا، فالحمد لله على ذلك. الشاهد من الباب للكتاب، كتاب الأطعمة، باب الرطب والتمر، هو ذكر التمر أو ذكر الرطب في الحديث. اليهودي كان له على جابر تمر، وجابر رضي الله عنه قدم الرطب للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف البخاري رحمه الله يوم يذكر الحديث بطوله لأجل أن يشير إلى هذه المسألة. ثم قال باب العجوة، باب العجوة. قال عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة ثم لم يضره في ذلك اليوم سم، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال باب العجوة، والعجوة أيضا نوع من الأنواع التي تعالج من أثر أو من ثمر النخل. ثمر النخل منه الرطب، منه البسر، منه التمر بعد ذلك، منه العجوة. فالناس يعالجون الثمر بطريقة معينة فيصبح عجوة، وكلكم تعلمون العجوة. قال من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة، 7 تمرات عولجوا إلى أن صاروا عجوة، إلى أن صاروا عجوة. العجوة طبعا تكون فيها طراوة أكثر من التمر. من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا عالم من أعلام النبوة أيضا، وهو كذلك من الطب النبوي، وهو من الطب النبوي.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، والطب الحديث أيضا أخبر بذلك. ولكن اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هو عموم التمر أو أنه تمر مخصوص، يعني عموم العجوة ولا عجوة من نوع مخصوص. الأقرب والله أعلم أنه تمر المدينة أو عجوة المدينة أو عجوة المدينة، لخاصية ذلك، لخاصية ذلك. وإن كان بعض العلماء أيضا على أنه لعموم التمر، لعموم التمر، أي عجوة من أي تمر فإنها أيضا تدخل في الحديث. المهم أن يأخذ الإنسان ذلك بنية ويقين، بنية ويقين، ينوي بذلك أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما قال، وبيقين أن الله جعل ذلك. ومنه أن العلماء يقولون كثير من الأذكار لا تنفع من يقولها ومن يرددها، وذلك لأنها لم تصادف محلا، لم تصادف محلا، يعني الأذكار قيلت في مكان غير ملائم أو قيلت في حال غير ملائم، لم تصادف محلا. كالدواء يعطى على طريق يخالف ما أمر به الطبيب، ولذلك فمثلا العجوة فيقولون أنها تكون بنية ويقين. أما الذي يأخذها من قبيل التجربة فهذا غير موقن بذلك، فهذا غير موقن بذلك. ولذلك كثير من الناس، كثير من الأدواء النبوية أو كثير من الفوائد الشرعية في الذكر وغيره لا ينتفعون بها برغم أنهم يقولونها ويفعلونها، لأن كثيرا منهم يقولها غير موخن، غير موخن بما جاء فيها. نعم. قال باب لعق الأصابع، قال باب لعق الأصابع. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب لعق الأصابع، شوف البخاري رحمه الله يبوي باب لعق الأصابع. يعني الواحد في الحقيقة الأحوال التي من حولنا تجعل الواحد دائما حتى في كل لحظة تقفز إلى ذهنه أحوال يعني هؤلاء والعياذ بالله الكارهين لكل مظهر من مظاهر دين الله سبحانه وتعالى. أنا أظن لو حد من الجماعة إياهم دول سمع مثلا كتاب زي كده باب لعق الأصابع، باب العجوة، ده ممكن يعمل إيه؟ ممكن يكفر ويلحد بالله والعياذ بالله، أو يلحد في إيمانه بالله. ده ممكن بعضهم ممكن يقول لك ايه اللي انتوا، ايه الكتب اللي انتوا جايبينها دي اللي مليانه كلام والعياذ بالله. والا الان نرى مظاهر الالحاد، الحاد والعياذ بالله تنتشر في كثير من الناس والعياذ بالله، وكفر بالله بطريقه غير عاديه والعياذ بالله. ولكن والله انا يعني في حسي والحمد لله ان هذا باذن الله سيكون باذن الله سبب في حصول الفرج والخير وانتشار الإسلام، لأن هذه سنة كونية أن الظلم والشر إذا وصل إلى الذروة انقلب على عكسه، انقلب على عكسه. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. والله عز وجل يقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. سبحان الله العظيم. ولذلك دي سنة كونية، كلما وصل الظلم إلى الذروة ينقلب الأمر عكس ما كان يريد منه هذا الظالم أن يكون. قال باب لعق الأصابع. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
هذه من أداب الطعام والأطعمة علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده. في الرواية الأخرى أيضا عند مسلم قال فلا يمسح يده بالمنديل، لأن بعض العلماء قال فلا يمسح يده لأنه ما عندوش منديل في حالة عدم وجود المنديل. لا، هذه الرواية ترد ذلك، فلا يمسح يده بالمنديل، لأن الرواية الأخرى بتاعت جابر قال عن جابر، أي معنا في الباب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. لم يكن لنا مناديل، فقراء ما عندهمش مناديل، المناديل هذه كانت لي يعني أهل المال والبسط ونحو ذلك. فهذا الحديث ظاهره ربما يفهم منه أنهم لم يكونوا أنهم كانوا يلعقون أصابعهم بسبب عدم وجود الإيش؟ المناديل، عدم وجود المناديل. لكن رواية مسلم قال فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها، ده يدل على ماذا؟ على أنه ولو وجد المنديل فإنه خير للمسلم أن يفعل ماذا؟ أن يلعق يده قبل أن يمسحها بالمنديل. والمقصود بلعق اليد أو الأصابع يعني إذا علق فيها ما علق من الطعام، إنما لو لم يكن فيها شيء فلا حاجة في ذلك. لكن إذا علق منها أو علق بها آثار من الطعام فلعق الأصابع خير للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى قال فلا يدري أحدكم أي في طعامه البركة، أو أي في طعامه فيه البركة. قد يكون البركة في هذا الجزء الإيش الذي علق بأصابعك وأنت تمسحه بالمنديل. ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن يمسح الإنسان أصابعه بلسانه أو يلعق أصابعه بلسانه. نعم، طبعا ده يخالف الإيه؟ الإتيكيت، ده يخالف الإتيكيت طبعا. ولو طبعا الجماعة إياهم سمعوا الحديث دي هيشتمونا، ويقول لك بص اللي عايزين يرجعونا للعصر الإيه؟ الحجري وإخيه، والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. العجيب اللي يقول يعني أنا أرجع إلى المسألة، العجيب اللي هم بيستقذروا ذلك، نقول له أنت بتستقذر ذلك من أي جهة؟ من جهة إنك عدم العادة، ولا من جهة إن الناس يقولون ذلك؟ فإن لم يكن، فإن كان من جهة يعني العادة، أبدا، العادة أنك بتضع أصابعك قريبة من فمك وانت بتاكل، أليس كذلك؟ يعني كل إنسان يمسك بلقمته ويضعها حتى تلمس أصابعه ماذا؟ فمه. طيب ما الفرق بين هذا ولعق الأصبع؟ ثم أنت الذي تأكل وغيرك الذي يأكل، أنت الذي تأكل، أنت الذي يعني هي أصابعك أنت. ولذلك في الحقيقة عجيب أمر ما هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. ماشي، يعني هو يعني هو لعل يعني ايه الحاج بيقول انه 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 ممكن يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل اليد، طبعا من السنة طبعا غسل اليد واستحباب تنظيف اليد عند الطعام، لكن لو ان انسانا لم يغسل يده وعلق بها قدر قبل الأكل، من يلوم؟ لا أنا أقصد يعني من يلوم إذا كان يتقذر؟ يلوم نفسه هو. إنما الأصل في الإنسان أن يده نظيفة، ولا سيما ولو كان هناك يعني اتباع للسنة وهي غسل اليدين قبل الأكل. نعم. قال باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. قال
وعنه أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة بعد فراغه من طعامه، ومنها ما ذكره البخاري رحمه الله هنا، وهناك غيرها ذكرها غير البخاري رحمه الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة. فهذا أدب من آداب الطعام، وانظر إلى المسلم في كل أحواله مزين بالشرع، مزين بالشرع بخلاف ما يريده هؤلاء، والعياذ بالله، أن يتنصل المسلم من الشرع في كل أحواله. ولذلك من المؤلم من المحزن، نسأل الله العفو والعافية، إنك تسمع بعض هؤلاء من أقول إيه بس هذا كفر في الحقيقة، إنه يقول خلاص إحنا خليناه يبطل يصلي الجمعة ويعلن ذلك، بطل يصلي الجمعة، خليناه يبطل يصلي الجمعة ويعلن ذلك. والحقيقة أنا هذا مما أخذه على يعني غفر الله لنا ولا الدكتور محمد مرسي، إنه أنتوا واخدين بالكم إن صلاة الجمعة ما بإيه؟ ما بقاش فيها حس ولا سير عليها. كان الأول الرئيس صلى في الأزهر، الرئيس صلى مش عارف فين، دلوقتي ممنوع، وكأن إن إحنا لو أظهرنا ذلك هيغضب علينا هؤلاء، والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة هذا في الجهة الأخرى تجد إلحاد بقى، إلحاد، والعياذ بالله. أهو إحنا خليناه يبطل يعلن صلاة الجمعة، ولا يقول أنا رايح أصلي الجمعة فين ولا منين ولا ونحو ذلك. طيب تخيل أنت المسلم مأمور بأن يكون في كل أحواله مرتبط بالشرع، حتى في الأكل عندما ينتهي من طعامه يقول الحمد لله ويحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله، يشرب الشربة فيحمد الله. قال عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته، مائدته يعني رفع الأكل عموما، وليس كما هو مفهومنا نحن نسمي السفرة أو ما يسمى بالترابيزة الآن المائدة، لا، المقصود المائدة مائدة الطعام، يعني مجموع الطعام سواء كان على الأرض أو كان على شيء آخر. كان إذا رفع مائدته يعني انتهى من طعامه قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا، يعني هذا الحمد هذا الذي طعمته الحمد لله طعام طيب طعام مبارك، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. غير مكفي، العلماء لهم أقوال كثيرة فيها في الحقيقة، لكن أقرب هذه الأقوال غير مكفي، يعني أنا غير مكتفي بنفسي وإنما أتوكل عليك أنت، يعني أنا في حاجة إلى رزقك وبركتك وطعامي، أحتاج إليه من رزقك، غير مكفي، لا أنا لا أستطيع كفاية نفسي، إنما أنا متوكل عليك أنت. ولا مودع، ولا مودع يعني ولا تارك ولا محت، ماشي، ولا مودع، ماشي، جزاكم الله خيرا. ولا مودع أيضا يعني أنا غير تارك لهذا الفضل منك، أنا غير تارك لهذا الفضل منك. ولا مستغن عنه، ولا مستغن عنه أي أنا كذلك في حاجة لك، في فقر، في افتقار. فهذه كلها معاني جميلة جدا يقولها الإنسان وهو يعني ينتهي من طعامه، انظر، فهذا فيه إظهار معاني التوحيد، معاني الافتقار، معاني الخضوع، معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا مستغن عنه ربنا، خطاب مخاطبة، فكل ذلك إنما لك أنت ربنا. وعنه أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. الذي كفانا
وأروانا كفانا، يعني لولا رزق الله لنا لكنا في حاجة، لكن الله كفانا الحمد لله. وأروانا يعني هذا الماء الذي شربناه أو هذا الشراب الذي شربناه إنما هو من الله تعالى نعمة غير مكفي ولا مكفور. ولا مكفور يعني مجحود، يعني لا نكفر بنعمة الله وفضله علينا، لا نجحد نعمة الله علينا وفضله، لا بل نشكر نعمة الله علينا. ثم قال باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا. قال عن أنس قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا رجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. الانتشار هنا غير الانتشار المقصود في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فالانتشار المقصود هنا هو خروج الأضياف عن الضيافة وعن بيت المضيف تخفيفا عنه، تخفيفا عنه. وأما الانتشار في إذا قضيت الصلاة فالمقصود به السعي في طلب الأرزاق، فالسعي في طلب الأرزاق، وأن الصلاة والوجوب فيها لا ينافي أن يخرج الإنسان بعدها إلى رزقه. وأما الحديث فيقول أنس رضي الله عنه أنا أعلم الناس بالحجاب، أنا أعلم الناس بآية نزول الحجاب يعني. وهنا أنس يقصد آية نزول الحجاب خصوصا المتعلق يعني بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول بعض أهل العلم زادوا في الحجاب على غيرهم، وهو حجاب الجدر، وهو حجاب الجدر. فحجاب النساء عموما في الأمة هو حجب المرأة بالثياب، بالثياب عن الرجال. وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فزدنا على ذلك حجب الجدر، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حجب الجدر يعني لا يرى حتى سوادها إلا إذا خرجت، إلا إذا خرجت إلى الطريق. أما إذا أراد أن يكلمها فإن الكلام يكون من وراء جدر، وهذا من باب تحصينهن عن أسباب يعني الشر وأسباب الإساءة إليهن رضوان الله عليهن، لا الأمر فيهن أنفسهن، بل هن أطهر النساء. ولذلك بعض العلماء يستدل على ذلك بوجوب ستر جميع بدن المرأة، ستر جميع بدن المرأة، فيقول أن إذا كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحجاب الجدر فمن دونهن أولى بأن يحجب، أولى بأن يحجب عن أنظار الرجال. ولذلك هذا مما يستدل به على وجوب ستر جميع بدن المرأة. قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش. عروسا هذا وصف
يقال للذكر وللأنثى، يقال للرجل عروس والأنثى أيضا عروس. قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال، فدعا الناس للطعام لأنه يستحب صنع طعام للعرس وهو الوليمة. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، وجلس معه رجال بعدما قام القوم. الناس كلهم انصرفوا بعد الأكل، لسه في مجموعة يجلسون يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون مجالسته، يحبون سماع كلامه. نعم. قال: حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرة أو من بيت زينب وترك الرجال جلوس، وخرج حتى وصل إلى بيت عائشة ورجع مرة أخرى، وكان هذا الخروج لأجل أن يفهم الجلوس أنه يريد منهم أن يخرجوا، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني أصبح الآن غير ما مستعد يعني استمرار هذه الجلسة. نعم. قال: فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا. والعلماء يأخذون من هذا الحديث جواز تشاغل المضيف عن ضيفه إن كان أمر الضيف ثقيلا، إنه يجوز أن يتشاغل عنه، ولا سيما لو كانت العادة أو العرف فضلا عن الاتفاق بوقت معين. يعني العادة مثلا أن الضيف جاي يزور مثلا مريض، فطول جدا في الجلسة بحيث شق على الناس، جاز لأهل المريض أن يتشاغلوا عن الضيف، أن يتشاغلوا عن الضيف إظهارا له لأمر الخروج ونحو ذلك. لكن طبعا مع مراعاة النفسيات، يعني انتبهوا، في هناك ناس ممكن يفتن فتنة لا يعود بعدها أبدا، فينتبه أيضا لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك مع من؟ مع الصحابة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن أنا أجي أعمل كده، يقول هو ده الإسلام، يهني في بيته وهيعمل إيه؟ ممكن يفتن، زي مسألة الاستئذان على الأبواب، الاستئذان على الأبواب، فإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذا حكم شرعي. طيب تعال أنت الآن قل لأحد إخوانك الآن مثلا خبط على الباب، قل والله غير مستعد لاستقبالك، من وراء الباب كده ولا حاجة، أنا غير مستعد لاستقبالك، تفضل ارجع مثلا، ماذا سيحدث؟ خصومة شديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. قال: فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا رجعت معه. قال: فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه، هم مش واخدين بالهم رضي الله عنهم. قال: فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا. في المرة خرج المرة الثالثة بقى فهموا أنه يعني يريد ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. دي يعني بيذكر فيها حكم الحجاب. فضرب بيني وبينه سترا، يعني كان إلى هذه اللحظة كنت أرى أمهات المؤمنين، يقول كنت أرى أمهات المؤمنين، فضرب بيني وبينه سترا، لأن أنس قد بلغ في هذا الوقت، ضرب بيني وبينه سترا، خلاص أصبح هناك حجاب، لا أرى أمهات المؤمنين. الشاهد من الباب هو قوله، من قوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، أن من آداب الطعام أن الإنسان لو كان ضيفا على أخيه فلينظر، إن كان طول الجلوس يشق فعليه أن يراعي ذلك فينتشر، يعني يخرج من يعني هذه الضيافة ليرفع عن أخيه ويخفف عنه. نقف على
كتاب العقيقة، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.